ثمنت مؤسسة حياة كريمة إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا من أجل تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع سعيا لتحقيق المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية. أوضحت مؤسسة حياة كريمة كونها إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومن مؤسسيه أنها تشرفت بالعمل تحت مظلة التحالف في إطار خطط عمل مشتركة بين كافة أعضائه لإرساء قواعد العمل التنموي التشاركي في مصر وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية ودعم الأسر الأكثر احتياجاً.